السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعيني من كل مكان. أنا إيناس عبد الله ودي قناة نبتة حسنة. النهاردة إن شاء الله موضوع حلقتنا هو التعرف على الأساليب والتراكيب وقواعد الخط والإملاء والتعبير الكتابي المكررين على طلاب الصف الثاني الابتدائي الترم الأول. طب إيه هي الأساليب والتراكيب المطلوب من الطفل دراستها الترم ده؟ أول حاجة هندرس ضمائر المتكلم أنا ونحن، ضمائر المخاطب أنت أنتي، المذكر والمؤنث، أسلوب النهي لا، أسلوب الاستفهام باستخدام كيف ولماذا ومتى، علامة الاستفهام وحروف العطف الواو والفاء وثم، تمييز الاسم والفعل والحرف، وكمان هندرس حروف الجر. هناخد كمان أسماء الإشارة واستخدام الصفات، وكمان هناخد أسماء الإشارة للبعيد ذلك وتلك، وهندرس الأسماء الموصولة الذي والتي، وكمان هناخد الفعل الماضي والفعل المضارع. أما بالنسبة لقواعد الخط والإملاء فمطلوب من الطفل كتابة جملة بسيطة بخط النسخ مع مراعاة اتجاهات الحروف وقواعد الكتابة. أما بالنسبة للإملاء فالمطلوب من الطفل في المرحلة دي أنه يعرف يتملى كلمات بحركات الفتح والكسر والضم وعلامة السكون، المدود، الشدة. أما بالنسبة للتعبير الكتابي فالمفروض أن احنا ندرس كتابة اللافتة وكتابة وصفة وكتابة سيرة ذاتية، وكمان كتابة وصف مكان وكتابة قصة وكتابة دعوة. وكده تكون حلقتي خلصت النهاردة، استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.